طيب تعالى نبدا نعمل ديمو صغير كده احنا هنفعل ايه هنبدا نعمله اللي هو السيرفس اللي قدامنا دي كده. فهنفتح الفيجوال ستوديو نعمل نيو بروجكت. تعال بس نتعلم طريقة بيلدينج السيرفيس من اي تو زد يبقى تتبني ازاي. فانا هعمل حاجة بس هعمل كلاس لايبرري تمام، هفتح حاجة اسمها كلاس لايبرري هسميها مثلا سي فيرست مثلا سيرفيس. واقول اوكي. ممكن تخليها معايا وانا هديك نص ساعة تجربوا يعني عامة يعني الناس تخليها معايا وعادي ممكن انا هديك نص ساعة تجربوا هسيب لكم كود مفتوح تمام. انا الكلاس دي مش عايزها خالص، انا هشيل الكلاس اللي فوق دي. طيب ماشي اوكي، لسه ما اعرفش حاجة برضه. هشيل الكلاس اللي هو عاملها لي ديفولت دي، هعملها ديليت بس كده تمام. وعشان ابدا اتعامل مع دبليو سي اف سيرفيس رايت كليك على ماي بروجكت اد نيو ايتم. الايتم بتاعي من نوع ايه؟ دبليو سي اف اي سيرفيس. عايز اسميه ايه؟ سينا اسميها فيرست سيرفيس. اقول له اد. ايه؟ والله انا قلت في مره عشان هنحطها من ايه؟ هنستارت هبيلد السيرفيس نفسها من اي تو زد. شوف بتعمل ازاي. طيب هو اصلا عامل لي ايه؟ هو كديفولت عامل لي كلاس تمام وعامل لي ايه؟ انترفيس تمام؟ عامل لي كلاس وعامل انترفيس. تعالى بس انا هشيلهم لك كده برضو عشان ايه؟ شوف الدنيا بتتبني ازاي. انا بس هاجي هنا كده اقول له رايت كليك اقول له اد نيو كلاس او نيو ايتم هضيف انترفيس. الانترفيس ده مثلا زي اسميه اي فيرست سيرفس. واقول له اد تمام كده. اللايبر بتاعتنا انت فاهم هنستخدمها على طول هي اسمها ايه؟ سيرفيس موديل. فانا لازم اقول له يوزنج سيستم دوت سيرفيس ايه؟ سيرفيس موديل. اتفقنا في الانترفيس بتاعي ان انا بحط الفانكشنات اللي عايز اعملها، بس قبل ما هستخدم الفانكشناليتي لازم الانترفيس يكون واخد ايه؟ اتريبيوت اسمه ايه؟ سيرفيس كونتنت. ده عباره عن اتريبيوت. ده اسمه اتريبيوت. الاتريبيوت ده بيتل بس الكومبايلر بيو سمثينج. تمام؟ يعني الاتريبيوت ملوش فايده في الدنيا او في الحياه عامه غير نقوله في اثناء الكومبايل للكومبايلر نفسها انت بتعمل حاجه معينه. تمام كده؟ واتفقنا انا عايز اعمل فانكشن ايه؟ ده انترفيس تمام؟ عايز اعمل فانكشن، فانكشن اتفقنا ان هي سي هترتيرن لي سترينج واسميها مثلا جيت نيم وبتاخد مني ام بارامتر اسمه سترينج مثلا نيم. اتفقنا اي فانكشن جوه عندي لازم تاخد ايه؟ اوبريشن كونس تمام. طيب اتفقنا الامبلمنتيشن بتاع الفانكشن دي بيكون فين؟ في كلاس ثانيه. هروح اقول له رايت كليك اد نيو ايتم او اد كلاس. الكلاس دي هسميها ماي سيرفيس. ماي سيرفيس بيكون فيها الامبلمنتيشن بتاع مين؟ بتاع ايه؟ اي فيرست ايه؟ فيرست سيرفس. اعمل بس كده وقول له امبلمنت ايه؟ انترفيس. فطلع لي الفانكشن ايه؟ بتاعتي اللي اسمها بابليك سترينج نيم ويفتح لي البادي بتاعتها عشان اقدر ان انا ايه؟ اعمل امبلمنتيشن. انا بس كل اللي عايز اعمله مثلا هكتب النيم بتاعي وتقول لي ويلكم النيم اللي انا هديه لك. يعني انا هقول له بس انت هتريتيرن مثلا كلمه ويلكم
بلس النيم. كام كده؟ انا كده عملت ايه؟ عملت سيرفس لغايه دلوقتي، عايز اعمل سيرفس. طيب نيكست ستيب يعني كده فوق مرحله راح جاي اعمل ايه؟ السيرفس تاني. طب نيكست ستيب عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل هوست. تمام؟ اتفقنا انواع الهوستنج عامه عندنا ايه؟ عندنا سيلف هوستنج. فتعالى نبدا ناخد سيلف هوستنج. فانا بس هعمل بروجكت تاني. البروجكت ها؟ اول حاجه عملتها انا عملت انترفيس. وبعدين عملت الامبلمنتيشن بتاع الفانكشن بتاع الانترفيس ده. يوريفايد بس اللي انا حطيتهم على في السيرفيس نفسها. اه. تمام؟ طيب نرجع بقى لحته ان انا عايز اعمل هوستنج للسيرفيس، يبقى دي تاني حاجه. واتفقنا من ضمن انواع الهوستنج عامه عندنا حاجه اسمها ايه؟ سيلف هوستنج. تمام؟ طيب انا هعمل بروجكت تاني. بروجكت تاني هو فايدته في الحقيقه ان هو يقوم السيرفيس دي او يهوست السيرفيس دي. فرايت كليك على ماي سوليوشن واقول له اد نيو بروجكت، وتعال حاليا نعمله عادي كونسول ابلكيشن، واقول له الكونسول ابلكيشن ده اسمه مثلا هوست. تمام؟ واقول له اوكي. تمام كده؟ طيب احنا اتفقنا اي سيرفيس عامة ليها ايه؟ ليها شوية كونفجريشن، من ضمن الكونفجريشن ادرس بايندينج و بوينتر، صح؟ طيب تعالى، طب ازاي احط الكونفجريشن ده؟ طيب انت عندك فايل اسمه ايه؟ اب كونفج. تمام؟ تعالى برضه نشيله كده ونشوف بيتضاف ازاي. او ديليت كده اوكي، واو رايت كليك على ماي هوست ده واقول له اد نيو ايتم. وعندي حاجه اسمها ابلكيشن كونفجريشن ايه؟ فايل. عايز اغير اسمه عايز يوزم هو اوكي. واقول له ايه؟ واقول له اد. هنا ببدا اعمل ايه بقى؟ ببدا احط الكونفجريشن بتاع السيرفيس بتاعتي، كل الانف بتاع السيرفيس بتاعتي ببدا احطها في الكونفجريشن. تمام؟ طيب علشان تبدا تحدد السيرفيس بتاعتك اتفقنا ان انا عندي حاجه اسمها سيستم دوت سيرفيس. ايه؟ سيرفيس مود. مش احنا كنا جيت في الهيراركي بتاعت السيرفيس نفسها قلت لك انا عندي حاجه اسمها ابلكيشن، وتحت الابلكيشن في حاجه اسمها ايه؟ سيرفيس مود. فالابلكيشن بتاعتي دايما او السيرفيس بتاعتي هتكون جوه حاجه اسمها ايه؟ سيرفيس مود. تمام؟ طب انت اوكي انت عملت سيرفيس مود، بعد كده قلت له انا عايز اعمل السيرفيس. بس السيرفيس قبل ما تعمل سيرفيس عندك حاجه اسمها ايه؟ سيرفيسز تاج اليمنت اسمه سيرفيسز. تمام؟ وجوه السيرفيس بقى بتبدا تقول له ايه؟ انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل سيرفس. عايز اعمل سيرفس. طيب النيم بتاع السيرفس بتاعتك ايه؟ النيم بتاع السيرفس بتاعتك بيكون فول كواليفايد نيم، اسم بروجكت واسم الكلاس السيرفس. طب اسم البروجكت بتاعك كان عباره عن ايه؟ فيرست سيرفس. هنقول له هنا فيرست سيرفس. طب اسم الكلاس اللي فيها السيرفس اصلا او الامبليمنتيشن بتاع السيرفس؟ لا اسم الكلاس ماي سيرفس. في الامبليمنتيشن بتاع الفانكشن. تمام؟ يبقى انا كده حددت في النيم، لازم النيم بتاعي يكون فول كواليفايد. النيم بتاعي لازم يكون اسم بروجكت او اسم النيم سبيس. تمام؟ دوت اسم الكلاس بتاعتك. طيب تاني حاجة ببدا احددها في السيرفس. انت كده عملت سيرفس، اتفقنا السيرفس ده ايه؟ السيرفيس ليها بايننج او السيرفيس نفسها بنسميها ايه؟ يعني كلاينت كنا بندلع على كلاينت وندلع سيرفيس كنا بنعمل عباره عن ايه؟ اند بوينت. فانا اعمل ايه؟ اند بوينت. والاند بوينت ليها ثلاث حاجات، ادرس وليها بايننج وليها كونتر. تمام كده؟ الادرس هنا، الادرس هنا مش يقصد بيه الادرس بتاع او اليو ار ال بتاع السيرفيس. الادرس هنا يقصد عادي يحط اي نيم عندك. تمام؟ الادرس هنا، الادرس هنا ما يقصدش بيه اليو ار ال بتاع السيرفيس.
حط اي ادرس هنا، يعني ممكن تقول انا احط ادرس مثلا سيرفر اسمها AWS، اي ادرس خلاص اي نيم تمام. اما اليو ار ال نفسه هنحطه في مكان تاني. طب البايندنج بتاعك، احنا اتفقنا عندنا انواع كتير من البايندنج، من ضمنهم حاجه اسمها بيزك ايه؟ اتش بي بايندنج. انت عملت كنترول سبيس هو كمل لك اصلا ايه؟ عمليه البايندنج. طب الكونتراكت، مين الكونتراكت بتاعي؟ ها؟ مين كان واخد حاجه اسمها سيرفس كونتراكت؟ اي فيري سيرفس تمام؟ انا هاخد برضه اقول له فول كواليفايد بتاعي. لا اسم عادي، ادي تحط ايه؟ اسم عادي ايه؟ لا لا هيكون في حاجه ثانيه هوستنج، يعني ادي بس انا احط اي نيم عادي. ايه؟ احط انا لسه انا قلت الادرس ده ما مقصودش بيه هنا، هحط له يو ار ال ماشي ماشي، يعني بعد كده نكتب اه واقول له مثلا الادرس بتاعي اسمه دبليو اس تمام، اكن بروح عنوان واحد. ده ادرس ادرس نيم عادي، نيم او السيرفر انت هتحط فيه هوستنج مثلا على مثلا على لوكال هوست. طب الادرس بتاعها ايه؟ دبليو اس. ففي حاجه للهوستنج كيو ار ال وكاسمها، ففي حاجه ليه؟ الادرس. البايندنج ده عايز تتعاملي بيه، عايز تعملي اتش بي بايندنج، عايز تعملي تي سي بي، فانا ببدا احدد نوع البايندنج عايز اعمل بيه في حاجه اسمها بايندنج تمام. الكونتراكت ببدا احدد له اسم الترابيز بتاعي، لو كان فيه اسماء الفانكشنات كان في عباره عن فيرست سيرفيس، كان في دوت اي دوت اي فيرست اي كونتراكت، ده عبارة عن الانترفيس بتاعي، ده كنت حاطط فيه الفانكشنات بتاعتي. ده اسم ده انترفيس انت عاملاه، احنا عملناه اسمه اي فيرست سيرفس. اي فيرست سيرفس. تمام؟ طيب انا غلطت كده بس عملت ايه؟ اند بوينت. اتفقنا للسيرفس نفسها حاجة اسمها ايه؟ هوست. تمام؟ جوه السيرفس اقول له هوست. تمام؟ جوه الهوست ده بحط الادرس، فبقول له انا عندي حاجه اسمها بيس ادريسز تمام، واقول له انا عايز اعمل ايه؟ انا هقال ايه بقى؟ قلت له بيس ادريس. طب البيس ادريس عباره عن ايه؟ قلت له الهوست بتاعي ببدا اقول له اتش بي، لو انا بتكلم انا ما عنديش اي كان سيرفر بقول له اتش بي لوكال هوست، اه لوكال هوست او اسم الدومين او اسم السيرفر بتاعك تمام، واحط له البورت بقول له سي 80 مثلا تمام. وممكن هنا اوبشنال تحط اسم السيرفس، اسم السيرفس كي ماي سيرفس مثلا كاوبشنال، انما انا اصلا كده كده عارف في الهوستنج اللي هو لوكال هوست 80 اللي محصول له هوستنج مين؟ السيرفس اللي اسمها ماي سيرفس. حاسس اوريدي حاطط الهوستنج جوه فين؟ جوه السيرفس. ايه؟ اه ممكن احط هنا الدبليو اس، او ممكن اقول له ماي سيرفس الادرس بتاعها اسمه دي بي اس. انا دلوقتي انا عندي اكتر من سيرفس وعامل تاج سيرفس ايه؟ عندي اكتر من سيرفس وعامل اكتر من تاج سيرفس. اه انا عندي اكتر من سيرفس، احط اكتر من تاج سيرفس عادي. فيها مشكلات كده؟ طيب انت كده عملت لها هوست، انا كده بعمل سيرف هوستنج، انا لسه ما عملتش حاجه على اي اس، انا ما كانش انا اتحكم فيها ستارت وستوب، فانا وانا عامل الريتشن ده ليه؟ مش حقيقه يعني، انا بحطه انا عشان انا ستارت وستوب السيرف. انت كنت كل حاجه فيه. ده عندك ممكن تحطه عادي على السيرفر، السيرفر تتحكم برضه ستارت وستوب، ايه المشكله؟ يعني ممكن اعمل ابلكيشن بالستارت وستوب السيرفس، ما عنديش اي مشكله. طيب من ضمن الحاجه اللي انا هعملها لازم يكون عندي اند بوينت، اند بوينت دي خاصه بحاجه اسمها ميتا داتا. مش انا اول ما كنت بشرح في سلايد كان في السيرفس كده حاجه اسمها ايه؟ الميتا داتا دي، الميتا داتا هي اللي خاصه بتبدا ترانسفير الداتا اثناء في الاند بوينت بتاعتك، او بمعنى السوق ايه؟ السوق بتاعي. اه تمام؟ السوق بتاعي تمام؟ طب انا هعمله ازاي؟ فانا ممكن اجي برضه هنا في اند بوينت عامه اقول له انا هعمل سي اند بوينت اند بوينت دي يكون ليها
ادرس ادرس مين ان كان ميكس اي حاجه تمام. البايندينج البايندينج عندك بقى حاجه اسمها ميكس اتش بي، ده الخاص بحاجه اسمها ميتا داتا، يعني ده اللي هو الخاص بحته ترانسفير الميتا داتا، حته الترانسفير اسماء الفانكشن واسماء البارامترز واسماء الريتيرن تايب. فالخاص ان هو بيبدا ترانسفير السوب، هو السوب عامه حاجه اسمها ميكس اتش بي بايندينج. الكونتراكت بتاعه اسمه حاجه اسمها اي ميتا داتا، ده ثابت اي ميتا داتا اكستشينج. ده اللي خاص بيه تمام كده. ها معاك والله. انت دلوقتي كنا مجينا عشان انا بس الكلاينت يقدر اكسس السيرفيس دي، يقدر يشوف اسماء الفانكشناليتي واسماء كل حاجه، فانت لازم يكون عندك ميتا داتا للسيرفيس دي، يعني عشان اعرف اسماء الفانكشن واسماء البتاع اثناء وانا بسند ايه وريسبونس. فالاند بوينت دي هي الديسكريبشن للسيرفيس نفسها، فالاند بوينت انا عملتها دي فهي ميتا داتا للسيرفيس بتاعت اللي هي اسمها ايه فيرست سيرفيس او الكونتراكت بتاعت الفان فانكشناليتي، فعشان اقدر اشوفها او اقدر ترانسفيرها او اقدر اكسسها وانا باثناء نتورك، فانا لازم يكون عندي اند بوينت. اند بوينت دي البايندنج بتاعها اسمه ميكس اتش بي بايندنج، وعنده كونتراكت بيلت ان كونتراكت اسمه اي ميتا داتا اكستشينج، ده ثابت ده فيكس. ايه هو موجود؟ لا ما بعملوش. لازم تعمل الاند بوينت بتاع الميتا داتا. هو دي كده دي بتاعت السيرفيس انا واقف عليها. ديسكريبشن او بتاع السيرفيس بتاعتي دي. انا بس انا بعلمكم ازاي كونفجريشن عامه، وهتلاقي بس انا في عندي يو اي، يو اي بابيلد بيه بس انا عشان اليو اي ده في الاخر هيطلع برضه اكس بي ال، فانا عايز برضه افهمك الاكس بي طلع ازاي تمام. هو بس الدنيا لو ايدي خدت فيها والدنيا عاديه، يعني الدنيا مش صعبه تمام، والدنيا الواحد يبقى ايده بس في الحاجه. انا عامه مش بكون حافظ والله، هي بس ايد الواحد هي متعوده ان ايه كتابه الكود. فسيرفيس موديل وبعد سيرفيس موديل رجع عمل حاجه اسمها سيرفيس، جوه السيرفيس عمل سيرفيس، واتفقنا السيرفيس هي اند بوينت، واند بوينت هو ادرس وبايند كونتراكت، واتفقنا عندنا حاجه اسمها الميتا داتا طبعا اند بوينت خاصه بالميتا داتا تمام، والهوستنج كل سيرفيس له هوست، فقلت له هوست بيس ادرس وقال بيس ادرس الهوست بتاعك كنا عباره عن ايه؟ عن ايه؟ تمام؟ بس اخر حاجه اخر حاجه عندي حاجه اسمها سيستم دوت بيهيفيرز. اللي انا حته بيهيفير دي، انت دلوقتي انت عايز خلاص تبدا تتعامل مع الاتش بي تمام، عايز تبدا تتعامل مع اتش بي وعايز تسمح للكلاين بتاعك ان هو يبدا يجت من عندك داتا او يبدا خلاص يبدا ترانسفير داتا تمام، او يبدا ان هو خلاص يبدا ريكويست، معنى ريكويست معنى ممكن يجي من عندي اي فانكشن، فانا لازم ابدا احدد حته الجزء ده خاص كده. فالجزء ده بتحدد فيه بتحدد حاجه اسمها بيهيفيرز، فانا باجي تحت السيرفيس نفسها بقول انا عايز اعمل حاجه اسمها بيهيفيرز، وجوه البيهيفيرز دي بقول له انا عايز اعمل حاجه اسمها سيرفيس بيهيفير، وجوه السيرفيس بيهيفير بقول له انا عايز اعمل حاجه اسمها ايه؟ بيهيفير. عايز اسميها ايه؟ اديها نيم معين تمام؟ النيم هديها مثلا ايا كان سي ميكس بيهيفير، اي حاجه انت هتحطه ايه؟ تمام كده؟ وات؟
وجوه البيبر بتاعك قلت له انا عايز اعمل حاجه اسمها سيرفيس ميتا ميتا داتا، واقول له انا عايز هعمل بروتوكول اسمه اتش تي بي او اعمل ادرس اسمه اتش تي بي جيت انيبل واديها ترو. ايه دي السيرفيس ميتا داتا اللي انت حددتها فين؟ في الاند بوينت بقى عشان يبدا ترانسفيري، عشان يبدا ترانسفير الانفو بتاعتي بتاعت الفانكشن بتاعتي. انت دلوقتي عملت اند بوينت خاصه بمين؟ بميتا داتا، تمام؟ فالميتا داتا برضه عشان يقدر ان انا اترانسفيرها واقدر ان انا اشوف الفانكشن بتاعتها الديسكربشن بتاعتها بمعنى صح، فانا لازم اجي احددها في حاجه اسمها ايه؟ بيهيفير، تمام؟ فالبيهيفير برضه انا هبدا اقول له سيرفيس بيهيفير. ما دي بحددها عشان اديها للسيرفيس بقى، اقول للسيرفيس بتاعتك خد الميتا داتا دي. انت دلوقتي عملت اند بوينت خاصه بمين؟ بميتا داتا. انا على طول بقول لهم بس لسه ما لازم برضه اقول له انت ايه البيهيفير بتاعك؟ تمام؟ فانا لازم اطلع فوق كده السيرفيس بتاعتي عند حاجه اسمها بيهيفير كونفجريشن. وبيهيفير بتطلعها لمين؟ ميكس بيهيفير انا اقول له ميكس بيهيفير. لا البيهيفير نفسها هي توصيف للميتا داتا اللي انا عملتها دي. عشان اقدر ترانسفير ميتا داتا عشان اقدر اشوف الفانكشناليتي، تمام؟ تمام؟ فانا لازم عملت اند بوينت اسمه ميتا او اسمه ايه؟ نوع ميكس اتش بي بايندينج وسميت والكونتراكت بتاعه بيلت ان اسمه اي ميتا داتا اكستشينج، تمام؟ بس لغايه دلوقتي ان انا مش هقدر مش هيقدر الكلاينت لما يجي يكونسيوم حاجه عندي مش هيقدر يشوف الميتا داتا دي. طب عشان اقدر اخليه يشوف الميتا داتا دي فانا عملت حاجه اسمها بيهيفير، وجوه بيهيفير عملت حاجه اسمها سيرفر بيهيفير، وعملت حاجه اسمها بيهيفير. بيهيفير ده اديته نيم اسمه ميكس بيهيفير، وعشان يبدا يجيت الداتا بتاعت الانفورميشن عملت انا اسمها حاجه اسمها ايه؟ سيرفيس ميتا داتا. قلت له اتش تي بي جيت عشان يقدر يجيتها، قلت له اتش تي بي جيت انيبل خليها بكام؟ خليها بترو. وعشان ادي البيهيفير دي للسيرفيس نفسها فطلعت فوق كده للسيرفيس بتاعتي اللي اسمها فيرست نيم دوت ماي سيرفيس، قلت له بيهيفير كونفجريشن بتساوي الميكس بيهيفير اللي عملتها ايه؟ اللي عملتها. لا ده الكودنج البيبر اللي عملته ان احنا كنا يعني اقصد ده كان في سيرف كونتراكت عندك حاجه اسمها سيرف بيهيفير، انما البيهيفير ده خاص بالميتا داتا. فنفرق ان البيبر هنا خاص بالكونفجريشن، اما الميتا كنت تقصد بيها في الفانكشنالتي بروجرامنج نفسها. مش هيعرف يشوف الميتا داتا. ها؟ هو عامة مفهوم يعني مفهوم بس يعني ستيبس طويلة. اه. نيكس. طيب ده كله انا بعمل كونفجريشن، ما عملش ايه؟ ما عملش هوستنج. طب انا عشان اقول ستارت الهوستنج ده فانا هاجي جوه في الكلاس بتاعت اللي اسمها ماي بروجرام دي، تمام؟ بس الاول طب انا انت فين السيرفيس بتاعتك؟ فين السيرفيس عايز ترنها؟ اللي هي فوق اللي اسمها اللي هي اسمها البروجكت اللي فيها اسمه فيرست سيرفيس، فانا لازم اجي اقول له ايه؟ انا هضيف ريفرنس. اه فاقول له اد ريفرنس لمين بقى؟ الحاجتين الكلاس اللي انا هستخدمها او اللايبر اللي هستخدمها عشان اقدر اعمل هوستنج اللي هي في اكستنشنز اسمها ايه؟ اسمها سيرفيس موديل. اسمها سيرفيس موديل ايه؟ سيستم وسيرفيس موديل. دي فيها كلاس، الكلاس هبدا استخدمها عشان اعمل بيها هوست. طب ايه اللي انت عايز تعمله هوست؟ السيرفيس اللي موجوده في البروجكت اللي اسمها فيرست بروجكت. فانا اروح لسوليوشنز واختار ايه؟ فيرست سيرفيس. واقول له ايه؟ اوكي. الفكره لو انا اصلا عندي سيرفيس مش عايز اعمل يعني حاجه اقدم ايه؟ لا في فرق، مش كده انت اللي بتبيلد، انت عارف بتبيلد ازاي، اما انت هتروح تجيب سيرفيس من بره مش عارف مين خلاها هو بتكيور ايه اللي بتروح تجيب ايه؟ انا
اديكي يو ار ال. يو ار ال بس هي بعد ما تخلص اديكي يو ار ال. يو ار ال مش عايز بتاع السيرفس نفسها اللي هو ده. هي فاكره كده ان هي هتوصل يا دعاء منى هتنزل السيرفس وهتوصلها وانت هتنزل السيرفس بعد كده. انا لسه ما عملش اي كونسيوم. انا بقول له اعملها بيل سيرفس. انا لسه ما عملش بكونسيوم. هعمل هوست هستارت بس. دي حاجه اسمها فيرست سيرفيس. فيرست سيرفيس دي البروجكت بتاعي اللي فيه ماي سيرفيس تمام. والسيرفيس موديل فيها شويه فانكشنات هستخدمهم عشان اقدر اعمل هوست سيرفيس. دي لايبرري. لايبرري لايبرري اصلا موجوده بيلت ان في اللانجوج بتاعتي. بتتكلم عن نفسها الحاجه اللي انا هاخدها من بره. دي فيرست سيرفيس. شيرز ده اسم البروجكت بتاعي تمام. لسه بقى لسه كونسيوم ده انا لسه ما كنتش كده تمام كده. هروح للماي بروجرام هنا واقول له انا هعمل يوزنج لسيستم سيرفيس ايه؟ سيرفيس مود او يوزنج تاني لمين؟ لفيرست بروجكت فيرست ايه؟ سيرفيس تمام؟ واجي تحت في مين كده؟ الكلاس بقى الخاصه بستارت الهوست اسمها سيرفيس ايه؟ سيرفيس هوست تمام. هاخد منها اوبجكت كونكت اسمه هوست ايكوال نيو ايه؟ نيو سيرفيس هوست. وبياخد منك اسم السيرفيس بتاعك فاقول له عشان اخد بقول له تايب اوف من السيرفيس اسمها ماي سيرفيس. طب مش هجيبها ممكن اديله فور كواليفايد فور سيرفيس دوت ايه؟ مش عاملينها بابليك. انا دلوقتي بعمل هوستنج. انت اللي بتعملي بيلدي عملتها بس بابليك عشان اقدر اشوفها بس في البروجكت بتاعي. هعمل بيلد تاني. انت بتهوست السيرفيس انما انت لسه ما عملتش كونسيوم تاني. انت عندك لابس. انا بهوست سيرفيس. تايب اوف بقول له نوع السيرفيس بتاعي او نوع الهوست بتاعي او تايب اوف ايه السيرفيس بتاعتك قلت له من نوع ماي سيرفيس. ده كله كده ديفيلوبي. وهو انت عشان تستارت الهوست تقول له هوست دوت ايه؟ هوست دوت اوبن. فانت كده عملت ستارتنج ليه؟ للهوست للسيرفيس نفسها. كده انا عملت هوست للسيرفيس. وتعالى نحط اي يو اي كده او اي حاجه كده اقول له مثلا ايه؟ سيرفيس ستارتد. بلس او ايت مثلا دي تايم دوت ان وقول له مثلا كونسول عشان ما تقفلش بس وكونسول دي تخلص. لو الحاجات اللي انا عاملها كلها ستارتد خلاص طلع لي السطر ده فنعرف السيرفيس بتاعتي ايه خلاص اصلا شغال تمام. لو اي حاجه تاني مهمه في حاجه في الكمبيوتر تعال نقول بسم الله ونرن. مش عارف. لا هو ستارت بس انت ما قلتلوش ايه ستارت اب بروجكت بتاعك فنقول له اقول له رايت كليك هنا سيت ستارت اب تعال نقول له ستارت. قال لي سيرفيس ايه؟ ستارت. يبقى انا كده زي الفل. انا كده زي الفل تمام. ما دام طلع لي يو اي ده كده طلع سيرفيس ما طلعش اي اكسبشن فانا كده السيرفيس بتاعتي ايه؟ ستارت. ايه؟ كده السيرفيس شغال. زي الفل لو ما وزي الفل ما اشتغلتش عندكم مش عندي انا. انت كده عم بتهوست السيرفس ما بتجيبيش حاجه. لا لما انا بس كنت بشوف الدنيا شغاله عندي ولا لا. بس انا مش اكتر يعني
خد السيرفيس ده، مش انا عامل هوستنج للسيرفيس دي في البيت بس اللي اسمه كده، بس ما عملتش حاجه اكتر من كده. ثواني بس انا بس اشوف بس اي بي غلط كده، انتست بس حاجه غلط، لازم يطلع الشكل قدامي ده عشان اتاكد فعلا السيرفيس بتاعها معمول لها هوست. فاهم؟ ده الشكل اللي قدامي، لازم اتاكد ان الشكل ده اصلا كده كده قدامي. ايه المشكله؟ بس انا كنت ناسي، بس انا اقول له كلمه الحرف ال مش اكتر، بتعمل لو مش عارف لوكا لوكا هوست لوكا مودريتش. تمام؟ طيب فانا بس اتاكد بس لو انا عشان بس السيرفس بتاعتي شغال، لو خدت الاي ار اللي انا عملته ده كوبي كده، فاتاكد كده ان السيرفس اصلا كده اوريدي حصل ايه؟ حصل هوستنج على اللوكال هوست على البورت اللي اسمه 8080. تمام كده؟ انا كده عملت هوستنج، ما عملتش اي كونسيومنج، يعني كل اللي انا عملته دلوقتي كونفجريشن السيرفس اند هوستنج. المفروض ان دي كده ديفلوبر تاني عايز يعمل ابلكيشن، تمام، ياخد منه اليو ار ال ده بقى عشان يشتغل عليه، يشتغل عليه هياخد الادرس ده. يعني مثلا اعمل دي على سيرفر، على سيرفر عندي واديه مثلا ار ال على السيرفر. ده المفروض اللي يحصل بس كده. هو الجزء بتاع التوان سايد ابلكيشن. ايه؟ التوان سايد ابلكيشن مش فاهم بالشكل ده. اه بالشكل ده. هياخد اليو ار ال، ياخد يو ار ال بس. لسه بنقول واحد اثنين. حولت السيرفيس وما فيش. تمام كده؟ حد ادخل حاجة ثانية؟ ايه؟ شغال. لا انا شغال. هو كده هيكون ده هو في ويندوز هوستنج، نحط هوست على ويندوز ابلكيشن في هاند كيو اي تتحكمي فيه، وفي الويندوز سيرفيس بعد سيرفيس شغال بجراوند، او تحطيه على اي اس او تحطيه كلاودنج. بس كل ده مستخدم عادي، مش معنى انا بقول سيرفيس هوستنج مش مستخدم، انا عايز اتحكم في السيرفيس بتاعتك، عايز استارت عايز استوب. تمام؟ بس انت العيب ان انا بشيل هم الستارت ويت هبص، بس انا ممكن اعمل الابلكيشن بتاعي يفتح يستارت اوتوماتيك عادي. كابل بريمنج كونس انا بدينا على كل الخطه دي ان انا اعمل السيرفس على طول احطها على الاي اس وخلاص، صح؟ بس لازم كونفيجريشن برضه، يعني حته الكونفيجريشن اللي قدامي دي لازم تكون معموله برضه. ليه؟ 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 هيحدد ازاي ان انت عندك سيرفس اسمه اي سيرفس؟ مش هديتكت غير ما انا اقول له يو اي بقى، يعني يو اي هعمل الكونفيجريشن دي، بس في الاخر يو اي هيطلع لي اكس ام ال فايلز دي. حته الكونفيجريشن دي مهم، عشان كده انا عملتها، مش هي مش تضيع وقت وخلاص، لا، عشان لو هتيجي تعملها اصلا يو اي، اليو اي هيطلع لك في الاخر اكس ام ال فايل، مش هيطلع لي حاجه جاهزه كده خد، لا. تمام؟ لا، الدنيا كلها هتكون عباره عن اكس ام ال فايل بالمنظر اللي قدامك ده. طلع لي يو اي بالمنظر قدامي ده. طيب خلاص السيرفس بتاعتي ستارتد، تعالى نعمل الابلكيشن تاني اهو، هفتح فيجوال ستوديو عشان اعمل كونسيوم، اقول له نيو بروجكت، البروجكت بتاعي سيم من نوع ويب ابلكيشن، من نوع اي اس بي دوت نت ويب ابلكيشنز، هنسميه مثلا كلاينت مثلا ويب. تمام؟ تعال نقول له ايه؟ تعال نضيف بوب فورم. بوب فورم دي سميها مثلا زي ما هي، هي زي ما هي مش هغير فيها، اقول له اوكي. تمام؟ هضيف بس تكست بوكس وباتون كده. اقول له مثلا نيم جنبي تكست بوكس تغطيه باتون، والباتون ده تحت ليبل ده يكون اسمه تكست نيم، والباتون ده
بي تي اند جيت والبطن نحط يقول جيت مسج. الليبل ده بروبرتيز واسميه مثلا ال بي ال تمام كده. طيب انا عايز بروح كونسيوم سيرفيس هات يور اللي فوق ده كده قبل عندك حاجه اسمها ايه ريفرنس قول له رايت كليك اد سيرفيس ايه اد سيرفيس ريفرنس قال لك انا عايز ايه ادرس قول له كنترول في قول له هنا جو طلع لك ميه ايه طلع لك الانترفيس بتاعك اسمه ايه طلع لك الفانكشن جوه اسمه ايه جيت ايه جيت نيم هيقول لك انت عايز تحطه في انهي نيم سبيس يا عم قول له كده شيل دي كده قول له مثلا ماي سيرفيس او نيم سبيس ايا كان تسمي النيم سبيس بتاعك ايه تيست سيرفيس وقول له اوكي تمام كده هتلاقي تحت كده عامل لك فولدر اسمه ايه سيرفيس ريفرنس وفي اسم النيم سبيس بتاعتك اسمها ايه تيست سيرفيس تمام. طب انا ازاي بروح استخدم تيست سيرفيس دي دبل كليك على جيت مسج انا راح استخدم النيم سبيس بتاعتي احنا سميناها ايه يوزنج اسم البروجكت بتاعي كان عباره عن ويب كلاينت دوت ايه تيست سيرفيس ايوه ما انت النيم سبيس اصلا فين تيست سيرفيس دي هو كلاينت ويب ده اسم البروجكت بتاعي مش هو مش ديفولت يعني ده اسم البروجكت بتاعي تمام. وتعالى اقول له بقى انا عايز اعمل ايه طب انا عايز استخدم فايل كلاس تمام عايز استخدم كلاس اللي هي اسمها ماي سيرفيس دي عشان اقدر اكونكت على الفانكشنز تمام. فكل حكايه ان انا هبدا اقول له ماي ايه كنا سامين كلاس ماي ايه سيرفيس فيرست سيرفيس تقريبا عندي حاجه اسمها سيرفيس فيرست دي كلاينت اي حاجه تستخدمها ككلاين هتلاقي اخر نهايه كل كلاس بتاعتك كلاين اي سيرفيس انت عملتها هتلاقي نهايتها كلمه كلاين مش انا كنت عندي هناك في الفيجوال سويت كنت مسميها ايه فين السوليوشن عندي البروجكت بتاعي عباره عن ايه سي فيرست سيرفيس هتلاقي نهايه كل حاجه عندك كلاين كلاين عشان انا اصلا ككلاين فانا لازم اديكلير ان استخدم الكلاس ده كلاينت فهتلاقي اصلا اي اخر اي كلاس عندك تبدا تعمل لها كونسيومنج هتلاقي اخرها ايه؟ اخرها كلاينت تمام؟ هروح اقول له فيرست سيرفس كلاينت هاخد منها اوبجكت هاخد اف سي تساوي نيو ايه؟ تعال قول له اف سي كده كنا عاملين فانكشن اسمها ايه؟ جيت نيم قال لي الفانكشن بتاعتي اسمها ايه؟ جيت نيم اهي تمام؟ قلت له انت تاخد الداتا اللي جايه من التكست بوكس اسمه نيم دوت ايه؟ دوت عايز تعرضه فين؟ قلت له في الليبل بتاعي دوت ايه؟ تمام كده؟ تعال حط ايه؟ ليس ايه؟ ده كلاس مش سيرفيس اللي بحطه هنا فوق عباره عن نيم سبيس انا حطيت النيم سبيس لكلاس اسمها فيرست سيرفيس كلاين دي كانت موجوده اصلا في تيست سيرفيس تمام كان المفروض بقى يرجع لي النيم بتاع ايه؟ يرجع لي النيم بلس كلمه ويلكم صح؟ فتعالى كده ستارت كده سيرفس سيرفس موجود هنا تعال اكتب اي نيم هنا وقول له جيت مسج المفروض يطلع لي ويلكم اسم ويلكم اسم يعني ايه؟ هطلع لي فعلا ايه؟ تمام ويلكم معنى كده نروح كونكت على السيرفس بتاعتي اللي هحصل لها هوستنج تمام كونكت على الفانكشن بتاعتي كانت ماي سيرفيس تمام طلع لي كلمه ايه؟ ويلكم بلس النيم يعني ايه؟ نعم يعني ما تنفعش
ايوه ايه انا قلت لك عايز اخليها واحده راننج تمام. ممكن تخليها ويندوز سيرفيس تمام، ويندوز سيرفيس راننج على طول في الباك جراوند، كونكت بقى على السيرفر هي شغاله عندي، مش شرط انت مش شايله همها. ايه؟ هقول والله انا هعملها. ان شاء الله هعملها لك يعني لو معانا تايم النهارده او بكره مش مشكله، انا معايا الداتا سيف عامه. هعمل لكم ويندوز سيرفيس، ازاي نعمل سيرفيس وتعمل باك جراوند. ازاي نعمل سيرفيس نخليها ستارتد وابدا كونكت عليها، مش شايل هم بقى انا عملت ايه؟ مش شايل هم عملت ستارتد دي خالص، مش شايل همها خالص تمام؟ انا كل شيء مهم ان انا اروح اعمل ايه؟ اروح اعمل ايه؟ كونسيومر. ما خلاص كونسيومر انت عملت الفانكشناليتي مش مفهوش حاجه. شغل عادي ما تشتغل ايه المشكلة؟ ها؟ في الام بي سي؟ لا في الام بي سي بقى هناخد سيرفيس جديده بقى اي بي اي، يعني هتشقلبه في الاي بي اي. الاي بي اي اصلا ما فيهوش ريفرنس بقى، يعني يعني هنا اللي مسهل الدنيا خالص، مسهله خالص كمان ان انا اعرف دي في ايه؟ هنروح لدي في يعني اللي مسهل الدنيا عندي انا بضيف ايه؟ انا بضيف الام بي سي، مفيش ريفرنس بقى وتعالى وكلاس موجوده وابدا استخدمها تمام. لا ده انت بتعمل بقى حاجات تانية خالص، يعني البندنج او كونسيومنج نفسه غير كده خالص تمام. تبدا تحدد انت عايز تعمل جيت وبوست وديليت والحاجات الظريفه دي تمام، وتبدا تعرف بقى الحاجات دي اذا كانت جي كويري او كانت كلاينت، لو مش عارف جي كويري تعملها سي شارب فزي الفل، يعني هتيجي شويه في الاي بي اي. اي سؤال في الجزئيه دي؟ طيب واحده واحده بقى، انا كل اللي عملته ان انا عايز ابيلد سيرفيس، فانا عملت بروجكت. البروجكت بتاعي كان من نوع كلاس لايبرري، وكلاس لايبرري ضفت فيه الاتي، ضفت فيه انترفيس، الانترفيس دي بيكون فيه سيرفيس ايه؟ سيرفيس كونتراكت تمام؟ سيرفيس كونتراكت ده عنده فانكشن اسمها جيت نيم، بس لازم يكون واخد اتي اسمه ايه؟ اوبريشن كونتراكت تمام؟ تمام قصدي كده؟ طيب وبروح هنا ماي سيرفيس، اعمل امبلمنتيشن انترفيس اللي اسمه ايه؟ اي فيل سيرفيس، بحط فيه الامبلمنتيشن. الصوت لو سمحت الصوت تمام. طيب وجيت انا كده بس، انا عملت هنا في المرحله دي انا عملت بيلد سيرفيس، كل اللي عملته عملت بس انترفيس وعملت انما الكونفيجريشن بتاعتها. فروحت انا عملت ابلكيشن جديد اسمه هوست، ده من نوع كونسول ابلكيشن تمام. فروحت انا في الاب كونفيج ضفت فايل اسمه اب ابلكيشن كونفيجريشن فايل تمام، وضيف فيه الكواليتي اللي حضرتك اللي قدامنا دي. اتفقنا ان السيرفيس بتاعتي كله حاجه اسمها سيستم سيرفيس ايه؟ موديل. في سيرفيس هضيف سيرفيس ايه؟ جديد، ده معنى سيرفيس دي انا ممكن اضيف اكتر من سيرفيس. وقلت له النيم بتاعها فول كواليفايد، فيرست نيم او فيرست سيرفيس دوت ماي ايه؟ ماي سيرفيس. بيفكر كونفيجريشن اللي حددناها وقلناها تحت. اند بوينت لها ادرس ولها بايندنج ولها ايه؟ كونتراكت. اتفقنا لازم احدد الميتا داتا كاند بوينت. الهوستنج فقلت له هوست بيز ادرس اد بيز ادرس، واديته ايه؟ انا عايز هوسته فين؟ تمام؟ وتحت خالص عشان اقدر اجيت الميتا داتا نفسها فانا عملت حاجه اسمها بيهيفير، سيرفيس بيهيفير، بيهيفير واديته النيم بتاع البيهيفير. قلت له السيرفيس ميتا داتا اتش بي جيت انيبل بيساوي ايه؟ ترو. وطلعت فوق في السيرفيس نفسها قلت له بيهيفير كونفجريشن ايكوال ميكس بيهيفير. تمام؟ بس كده كان ناقصنا حاجتين. حاجتين ان انا اضيف اللايبرري او اضيف السيرفيس هنا واعمل لها ايه؟ ستارت الهوست. فجيت في الريفرنس ضفت حاجتين، ضفت السيرفيس الفيرست سيرفيس وضفت ايه؟ سيرفيس مود. او جيت عندي في ماي بروجرام قلت له ضفت سيستم ضفت سيرفيس موديل وضفت ايه؟ سيرفيس. الكلاس الخاصه بالهوست سيرفيس اسمها ايه؟ سيرفيس هوست. خدت منها اوبجكت بتاعه هوست وقلت له نيو سيرفيس ايه؟ هوست. قلت له انا عايز السيرفيس انا عايز اعمل لها هوستنج، هي تايب من نوع فيرس سيرفيس اوف ايه؟ ماي سيرفيس. عشان تعمل ستارت للهوست قلت له هوست ايه؟ وطلعت مسج بس عشان اعرف ان السيرفيس حصل لها ايه؟ ستارتد. انا عامل ستارتد لازم يطلع لي ايه؟ لو في اي كونفليكت عامه مش هيطلع لي يو اي اللي قدامي ده تمام. وعشان اكونسيوم رحت عملت بروجكت من نوع اس بي بروجكت تمام، سميت كلاينت ويب. وعشان ابدا اتعامل مع السيرفيس بتاعتي قلت له رايت كليك اد ايه؟ اد سيرفيس ايه؟ سيرفيس ريفرنس.
فضيفة السيرفس بتاعتي سميتها كنيم سبيس تيست سيرفس ورحت في الفورم بتاعها. قلت له انا هستخدم حاجه اسمها فيرست سيرفس كلاينت، خدت منها اوبجكت اف سي وقلت له ال بي ايه المسج، قلت له اف سي، قلت له اف سي هطلع لي الفانكشن بتاعت اسمها ايه؟ جيت نيم، كان بياخد مني حاجه من نوع سترينج فاديته تكست نيم دوت ايه؟ دوت تكست ال بي ايه المسج دوت ايه؟ تكست. فعرضت فين؟ عرضت النيم ويلكم في الليبل بتاع ايه؟ ليبل مسج. معنى كده الكلاينت ما عندوش غير يو اي. كل فانكشن فانكشن كمان بارامتر ما لهاش اي امبلمنتيشن. تمام. امبلمنتيشن عندي على التكست. هو يعني بياخد هو بس بارامتر وبياخد الريزلت بتاعي. ها؟ ايه؟ مش النهارده مش طبيعي قوي يا اخي. نعم. ايه؟ ليه يا باشا؟ اوكي ماشي، انا ممكن اسيب الناس نص ساعه نبدا نبريك فيها يعني.